دونك مايونيز. انا هنا عندي اربع طوابع عجبن، اربع طوابع عجبن الكاري هي الغوسيت، فيها زوز طوابع جبن مثلثات. دونك ما تصعبوهاش على روحكم تقولوا لي لازم كاري، راهو المثلثات يخدموا زوز طوابع عجبن مثلثات عليهم 80 غرام حليب، عليهم 125 زيت، عليهم مغرفة متاع قهوة قارص، وشطير مغرفة مطرد، هي مغرفة كاملة مطرد لكن انا منحبهاش طعمة المطرد في المايونيز برشا، معاهم رشة ملح. دونك ما تصعبوش على روحكم وتخدموا بالجبن هذا، راهي مثلثات تعمل، تنجم تحط زوز طويبة ثلاثة طويبة، هي من ابارتير من زوز طويبة تبدا تخدم بها. دونك انا نحبها مجبنة برشا ونحب هكا طعمة الجبن نتبننها. دونك نحط اربع جويبة، اربع طويبة جبن هذوما امون افي. اما كي غوسيت بروفيسيونيل زوز طويبة جبن عليهم 80 غرام حليب، 125 زيت، مغرفة خل ومغرفة مغرفة خل ومغرفة مطرد. دونك انا باش نصب الحليب اول حاجة، باش نوريكم المايونيز خاطر قبل ما تولي غارقة، باش المطرد باش نحط شطير مغرفة هيك المغرفة الصغيرة متاع القهوة انا ما نحبهاش. دونك المطرد والقارص انا ما عنديش خل، دونك باش نعوض في بلاصتو قارص يخليو الحليب يجبن. هاوي مغرفة باش نزيدها شوية تونة مش برشا باش ما يجينيش قرص. اوكي وتوا نصب الزيت نتاعي على روحي، المكونات الكل تتصب هكا، ونحط رشاشة الملح مش برشا خاطر عندي الملح، عندي القارص القارص والخل يعوض الملح، حتى المطرد تعوض الملح، باه باش نزيدها شوية شوية. باهي لاستيس في خدمة المايونيز هذي ما غير عظم مايونيز الجبن، انك تحط الهاند بلندر نتاعك ما عادش تحركها جملة واحدة الا ما يجبن، كي تحركها راهي ما تنجحش. دونك تحطها وما عادش تحرك كومبليتمون يدك حتى لين ترى انه جبن، انه الحليب هذاك ولا مجبن. باهي هاكا جبن الحليب هاكا بدا يخسر، توا نجم توا نجم نحرك. دونك عبينا ان بوات باش نخليها تاو في الفريجو تجيب شوية تزيد تخسر اكثر.